السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب في الصف التاسع، نتابع في درسنا الجبر. اليوم موضوعنا وهو لغة الجبر. لغة الجبر في هذا الموضوع يا أبنائي سوف أذكركم بما يسمى الحدود الجبرية أو التراكيب الجبرية وكثيرات الحدود. طبعا الحد الجبري مثل 5 حدا جبريا وهو عدد، وثلاثة جذر 11 هو حد جبري وهو عدد، وأربعة إكس هو حدا جبريا. لاحظوا حاليا في رمز حرف إكس، يعني في عدد وفي حرف. أربعة إكس نعني بها 4 ضرب إكس وهو حدا جبريا، وناقص 9 إكس واي، ناقص 9 إكس واي هذا حدا جبريا وفيه الرمزين إكس وواي، وآ في بي في سي هذا حدا جبريا. إذا فهمنا ما معنى حدا جبريا، وهذا الأمر سبق وذكر لكم في الصفوف السابقة. أما ما يسمى كثيرات الحدود، كثيرة الحدود هي عبارة عن مجموع من الحدود الجبرية، يعني في جمع أو طرح، في جمع أو طرح لحدود جبرية. أمثلة على كثيرات حدود، لاحظوا المثال الأول هذا 2x زائد 1، هذه كثيرة حدود فيها 2x حدا والواحد حدا، ونقول عنها كثيرة حدود بمتغير واحد من الدرجة الأولى. إذن هذه يا أبنائي كثيرة حدود من الدرجة الأولى ذات متغير واحد، ذات متغير واحد. أبنائي الطلاب، بينما هذه x في y ناقص 9x، هذه كثيرة حدود لكن من كم متغير؟ من متغيرين. هذه كثيرة حدود فيها متغيرين هما x و y، x و y. بينما هذه x مربع ناقص 6x زائد 8، هذه كثيرة حدود مكونة من 3 حدود ونسميها يا أبنائي لها اسم خاص، ثلاثي حدود من الدرج الثاني بمتغير واحد هو الـ x. أبنائي الطلاب، x تربيع ناقص 6x زائد 8، لاحظوا x عليه تربيع والx من الدرجة الأولى، يعني أس x هون واحد زائد 8 عدد، هذا يسمى ثلاثي حدود بمتغير واحد هو x ومن الدرجة الثاني، بمتغير واحد ومن الدرجة الثاني. بينما هون 6x ناقص y زائد x في y زائد 7، هذه تسمى كثيرة حدود فيها كم متغير؟ فيها المتغيرين x و y. إذن يا أبنائي كثيرة الحدود هي عبارة عن مجموع أو طرح لحدود جبرية، يعني فيها عمليات جمع وفيها عمليات طرح لحدود جبرية. الآن أبنائي الطلاب أنتقل إلى أول فقرة في هذا الدرس من الفقرات الهامة جدا وهي المتطابقات التربيعية. قبل أن أبدأ ما هي المتطابقات التربيعية، أتعرف ما هي المعادلة. المعادلة يا أبنائي هي مساواة تحوي متغير أو أكثر تكون صحيحة أو خاطئة بحسب قيم المتغيرات، بحسب قيم المتغيرات. مثال لمعادلة لو أخذت x زائد 3، مثال بسيط راح أخذه، يساوي 7. لاحظوا أبنائي الطلاب هذه المساواة تكون صحيحة لما x يساوي 4. لو وضعنا مكان الـ x 4، 4 زائد 3 يساوي 7. فيما عدا ذلك ضع مكان الـ x أي رقم فتكون المساواة ليست صحيحة. إذن هذه المساواة صحيحة عندما x يساوي 4، وخاطئة فيما عدا ذلك، فهي معادلة
فهي معادلة. أما المتطابقة يا أبنائي، المتطابقة ماذا قال لي؟ أيضا هي مساواة، تحوي متغير أو أكثر، متغير أو أكثر، وتكون صحيحة دائما مهما كانت قيم المتغيرات، صحيحة دائما مهما كانت قيم المتغيرات، بينما المساواة صحيحة أحيانا وخاطئة أحيانا، وهذا المثال يثبت ذلك. إذن هذه المساواة معادلة. إذن بنأخذ مثال ثاني أبناء الطلاب على متطابقة، مثال رقم 2. أعطاني مثال X في X زائد 3، هذا يساوي X مربع زائد 3X. بدنا نبين أن هذه المساواة متطابقة. أبناء الطلاب لو أخذت بالحل، لو وضعت مكان الإكس 1 لكان الطرف الأول اللي هو هذا يساوي، عوضوا مكان الإكس بواحد، 1 في 1 زائد 3، هذا يساوي 1 في 4 ويساوي 4. لنعوض الواحد بالطرف الثاني، نجد 1 تربيع هذا الطرف الثاني، 1 تربيع زائد 3 في 1 ويساوي 1 تربيع يساوي 1، 3 في 1 3، وواحد زائد 3 يساوي 4. لاحظوا الطرفين متساويين. خذوا الإكس مثلا تساوي 5، تعالوا لنرى كلا الطرفين، نجد الطرف الأول الواحد، منعوض الإكس بخمسة، 5 في 5 زائد 3 ويساوي يا أبنائي 5 في 8، حسبنا القوس بالأول، 5 في 8 يساوي 40. الطرف الثاني منعوض الإكس بخمسة، 5 للتربيع زائدا 3 في 5 ويساوي 25 زائد 15، أيضا يساوي 40. لاحظوا أبنائي الطرفين متساويين. يعني يا أبنائي أنتم بإمكانكم تواصلوا تتحققوا أكثر من مثال، إذن إلى آخره، لو عوضت الإكس بأربعة بسبعة بناقص 2 بناقص 10 بنص بستة بأيا كان، فنجد أن الطرف الأول دائما يساوي الطرف الثاني، لذلك هذه المساواة متطابقة، لذلك هذه المساواة متطابقة. ليش هي متطابقة؟ لأنها صحيحة دائما مهما كانت قيم المتغيرات. أما المثال السابق هذه معادلة لأنها فقط صحيحة لما X تساوي 4 وخاطئة فيما عدا ذلك. إذن المساواة التي تكون صحيحة أحيانا وخاطئة أحيانا أخرى هي معادلة. المساواة التي تكون صحيحة دائما مهما كانت قيم المتغيرات هي متطابقة، هي متطابقة. الآن أنتقل إلى درسي المهم وهو المتطابقات التربيعية. ما هي المتطابقات التربيعية؟ إذن المتطابقات التربيعية، أول متطابقة بالمتطابقات التربيعية وهي المتطابقة مربع مجموع عددين، مربع مجموع عددين نأخذها بالرموز، وهي X زائد Y للتربيع، و X زائد Y للتربيع يا أبنائي منشورها أو مفكوكها يكتب بالشكل التالي: X مربع زائد 2X في Y زائد Y مربع. إذن فيني أصيغ مربع مجموع عددين يساوي مربع العدد الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع العدد الثاني.
إذن أبناء الطلاب مربع مجموع عددين يساوي العدد الأول للتربيع، الأول للتربيع زائد 2 هي ثابتة في الأول ضرب الثاني ضرب الثاني زائدا يا أبنائي الثاني للتربيع، يعني مربع الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع العدد الثاني. فمباشرة بعطي مثال، سؤال: أوجد منشور أو مفكوك، بيحكوا أحيانا منشور أو مفكوك، مثلا 3A زائدا 2 للتربيع. الحل راح استخدم المتطابقة في حل هذا السؤال طبعا، ويمكن للطالب أن يوزع هذا القوس بشكل جداء قوسين، هذا القوس للتربيع على شكل جداء قوسين، القوس الأول 3A زائد 2 والقوس الثاني 3A زائد 2 وينشر بالضرب فيحصل على النتيجة. لكن بما أنه هذا القوس مربع مجموع عددين فأستطيع أن أجد منشوره بحسب المتطابقة. الحل يا أبنائي 3A زائد 2 للتربيع، هذا ينطبق عليه كلام مربع مجموع عددين يساوي العدد الأول للتربيع. من هو العدد الأول؟ أبنائي الطلاب العدد الأول هو 3A، هي 3A زائدا 2 ثابتة في العدد الأول في العدد الثاني، العدد الأول هو 3A والعدد الثاني هو 2 زائدا العدد الثاني للتربيع. وما هو العدد الثاني؟ هو العدد 2. لاحظوا أبنائي أنا وضعت 4 أقواس، القوس الأول والأخير عليهم تربيع، والقوسين في النص هذول بشكل ضرب بيناتهم ما عليهم تربيع. طبعا بالقوس الأول والثاني نضع 3A، بالقوسين الأخيرين نضع 2 اللي هو العدد الثاني، وهذا 2 ثابتا. طيب الآن عمليات حسابية، 3A كم تربيعها؟ تربيع 3 كم؟ 9، وتربيع الآ آ مربع. هون أضرب الأعداد بعض، 2 في 3 6 في 2 12، وأكتب الرمز الموجود آ. هلأ زائدا 2 للتربيع كم؟ 4. طبعا هذه الحدود لا تجمع، هذه الحدود ليست متشابهة، يعني 9A مربع لا يشبه 12A ولا يشبه الأربعة، وأيضا 12A لا يشبه الأربعة. إذن هذه هكذا أو هذا هو منشور المتطابقة 3A زائد 2 للتربيع. نأخذ مثال ثاني، مثال ثاني لها، أعطاني على سبيل الذكر وليكن X ناقص 5 زائد 5Y للتربيع. أوجد منشور، أوجد منشور. طبعا بالحل أبنائي الطلاب حتى نجد منشور هذه المتطابقة، منشورها بالشكل نضع المتطابقة X زائد 5Y للتربيع، هذا يساوي يا أبنائي أيضا أضع مربع الأول زائد 2 هذا ثابت في الأول في الثاني زائد مربع الثاني. من هو الأول؟ الأول هو X، هاي الأول انكتب مرتين. ومن هو الثاني؟ الثاني هو 5Y، هاي 5Y وهاي 5Y. الآن أبنائي عملية الإصلاح، ما مربع الإكس؟ هو إكس مربع. وما حاصل ضرب هذه المقادير؟ 2 في إكس 2 إكس، في 5Y 2 في 5 10، وعندي الرمز أو الحروف
X في Y زائد 5 للتربيع 25 وتربيع الواي واي مربع، بيكون أوجدت منشور هذه المتطابقة. أبنائي الطلاب نأخذ المتطابقة الثانية. المتطابقة الثانية، المتطابقة الأولى كانت مربع مجموع عددين، المتطابقة الثانية وهي مربع الفرق بين عددين. ما هو مربع الفرق بين عددين؟ لو كتبت X ناقص Y للتربيع، هذا بعد فك القوسين وحساب ونشر ضرب القوسين سوف تجدون أنه يساوي X مربع ناقص 2 في X في Y زائدا Y مربع زائدا Y مربع. إذن أبنائي الطلاب، ونستطيع أن نكتب مربع فرق عددين يساوي الأول للتربيع، مربع الأول، مربع الأول ناقص ضعفي ضعفي اثنين ضعفي الأول في الثاني زائدا الثاني للتربيع. طبعا المثال بأكد لي الأمر أكثر. أوجد منشور 3X ناقصا 2Y للتربيع. الحل أبنائي الطلاب، حتى نجد منشور 3X ناقص 2Y للتربيع، أنا قايل حتى نجد، هذه طبعا متطابقة مربع الفرق بين عددين، هذا يساوي مربع الأول، من هو الأول؟ من هو الأول؟ أجيبوني أيها الطلاب، 3X للتربيع ناقص 2 ضعفي الأول اللي هو 3X في الثاني اللي هو 2Y زائدا مربع الثاني، من هو الثاني؟ أبنائي هو 2Y للتربيع الآن، ويساوي بالإصلاح مربع 3 9 ومربع X X مربع، عملية الضرب 2 في 3 6 في 2 12 والأحرف بكتبها X في Y زائد 2 للتربيع 4 Y تربيع. أبنائي الطلاب، بهذا الشكل بيكون أنا أنهيت من المتطابقات التربيعية متطابقتين، هما مربع مجموع عددين ومربع الفرق بين عددين. وإن شاء الله إلى درس قادم، وأتمنى لكم التوفيق والتفوق بإذن ربنا سبحانه وتعالى.